أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده بصدد إنشاء اتحاد جمركي يشمل مصر وبيلاروسيا وكازاخستان، مشيرا إلى الفرص الجيدة لتوسيع التعاون في مجال الطاقة النووية والزراعة. ورحب السيسي بإنشاء منطقة صناعية روسية في مشروع قناة السويس الجديد. وفي الشأن الفلسطيني، طالب الرئيس المصري الإدارة الروسية إنهاء الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين. صفحة جديدة من العلاقات المصرية الروسية تدشنها زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لروسيا. فالمؤتمر الصحفي الذي عقده الزعيمان في منتجع سوتشي حفل بكثير من القضايا، من بينها دعم موسكو لمصر بالسلاح وتوسيع التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية والكهرباء والفضاء. بوتين قال إن حكومته تدرس حاليا إمكانية إنشاء منطقة تجارة حرة مع مصر لزيادة التعاون بين البلدين، خاصة في المجال الزراعي، مشيرا إلى أن بلاده ستمد مصر ب5 ملايين طن من القمح، فضلا عن إنشاء اتحاد جمركي يشمل مصر وروسيا وبيلاروسيا وكازاخستان. لقد توصلنا لاتفاق مع مصر لإقامة اتحاد جمركي يضم أيضا روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان. أما السيسي فأكد أنه ناقش إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر في إطار أحدث مشروع لتطوير قناة السويس. في القضايا الدولية تطابقت وجهات النظر المصرية والروسية، فقد تصدرت قضية العدوان الإسرائيلي على غزة قائمة الموضوعات. وطالب السيسي القيادة الروسية محاولة إنهاء الأزمة بين فلسطين وإسرائيل. الأزمة الليبية هي الأخرى كانت حاضرة، فالجانب الروسي حرص أيضا على وحدة واستقرار الأراضي الليبية من الهجمات الإرهابية، وهو موقف يتفق مع الموقف المصري الذي يشدد على عدم جواز التدخل في الشأن الليبي. وفي الشأن السوري دعا السيسي إلى ضرورة التشاور مع الحكومة السورية لوضع حد لإراقة الدماء بما يحقق تطلعات الشعب السوري. وحول هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة سعادة السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. أرحب بك سيد هريدي. السيد عبد الفتاح السيسي، يعني اليوم هو في مهمة شراكة تاريخية مع روسيا، استقبال غير عادي وغير مسبوق له بمقاطعة سوتشي. أود أن أسألك بداية، ما أهم ما نوقش في هذه القمة المصرية الروسية المتمثلة برئيسي البلدين؟ يعني أنا أعتقد أن كان في ملفات هامة تتصدر هذه القمة المصرية الروسية، في مقدمتها محاربة الإرهاب المستشري في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، كذلك الأوضاع في قطاع غزة. لكن أعتقد أنه في هذه القمة أهم ملف كان ملف العلاقات الثنائية بين الدولتين وكيفية تنميتها في جميع المجالات. وأتصور أنه قائمة الموضوعات التي طرحت في هذا الإطار تدل على طموحات كبيرة للغاية في القاهرة وفي موسكو لتطوير وتعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين، استناداً إلى تاريخ مشرف للعلاقات بين القاهرة وموسكو في الخمسينات والستينات ومنتصف وحتى منتصف السبعينات. أستطيع أن أقول إن النتائج الباهرة التي ترتبت على زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسكو اليوم تدفع صفحة جديدة كلية في علاقات مصر مع القوى الكبرى، وسيكون لها أثرها. طيب في هذا المجال أود أن أسألك سيد هريدي، يعني كل ما ذكرت وجيد، يعني هل هذا يؤثر على العلاقات المصرية الأمريكية برأيك؟ العلاقات المصرية، يعني مصر حضرتك زي ما الرئيس السيسي قال النهاردة في المؤتمر الصحفي، في المؤتمر الصحفي، مصر مقبلة على تنويع
المحاور الأساسية في سياستها الخارجية. لا يمكن القبول باستمرار محور مركزي واحد في السياسة الخارجية المصرية، ألا وهو دعيني أصفه بالمحور الغربي الأمريكي. هذه الحقبة في تاريخ السياسة الخارجية المصرية قد انتهت، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسكو يعني هي منارة للسياسة الخارجية المصرية في عهدها الجديد، التي ستقوم على عدة محاور، على انفتاح على القوى الكبرى في المسرح الدولي اليوم، وعدم الانكفاء أو عدم الاكتفاء أو التقوقع في المربع الغربي الأمريكي. وبالتالي نستطيع أن نقول أن الإرادة المصرية تتحرر اليوم في مجال السياسة الخارجية، وأن العصر الذي امتد من التوقيع على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 26 مارس 79 حتى 30 يونيو قد انتهى. طيب. لصالح الشعب المصري ولصالح الشعوب العربية. طيب. وجميع الأحرار. ولكن سيد هرد، هناك من يقول بأن أيضا هذه الزيارة بأنها مجرد بوابة روسية لكي تستعيد عن طريقها مصر دورها الإقليمي وأيضا الدولي. يعني أعتقد أنه دور مصر يعني معروف، وإحنا مش محتاجين أن إحنا ننفتح على موسكو عشان نعيد دور مصر. الدور المصري، مصر بتقوم بدورها في الملفات وفي الفضاء الجغرافي اللي هي بتعيش فيه. احنا اما زيارة الرئيس السيسي لموسكو دوت استئناف لعلاقات تاريخية مع روسيا. العلاقات والتعاون مع روسيا ليس بجديد على مصر، بل بالعكس استطيع ان اؤكد انه كل الانجازات التي حققتها مصر سواء في المجال العسكري، المجال الحربي، أو في المجالات الصناعية والزراعية في الخمسينات والستينات كانت تستند على التعاون المصري السوفيتي في ذلك الوقت. اليوم بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسكو نحن نستأنف مرة أخرى هذه المسيرة المشرفة في السياسة الخارجية المصرية، بحيث أنه القرار المصري يظل قرارا حرا. نعم، أشكرك جزيل الشكر سعد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، وكنت معنا من القاهرة. ملفات انتهى مشاهدينا الكرام، هذا تذكير بأهم العناوين. المالكي يطالب قوات الأمن بعدم التدخل في السياسة، والعبادي يتشاور مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة. الأمين العام للأمم المتحدة يناشد العالم لحماية الأقليات في العراق ويصف وضع الأيزيديين بالمروع. مصر وفلسطين ترفضان نزع سلاح المقاومة، والجلسة الأولى لمفاوضات القاهرة لم تحسم أي قضية. وبوتين يعلن تسليم شحنات من السلاح والقمح لمصر وإنشاء اتحاد جمركي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.